ضربة حرة مباشرة للمنتخب البرازيلي. رونالدينيو، رونالدينيو جول جول جول، وخطأ لا يغتفر من قبل الحارس ديفيد سيمان. اه لو قصدها رونالدينيو، لو قصدها يبقى لعيب كبير قوي، لو قصدها يبقى لعيب كبير قوي. ضربة حرة مباشرة تعلن عن الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي لتصبح النتيجة 2-1. ديفيد سيمان زعلان، يتحمل مسؤولية هذا الهدف، وبخداع كبير لعبها له اللاعب رونالدينيو من كرة ثابتة، ينجح رونالدينيو في إحراز الهدف الثاني. كرة ساقطة خلف حارس المرمى ديفيد سيمان، يقصدها ولا ما يقصدهاش، يقصدها ولا ما يقصدهاش، الحكم لك وحدك عزيزي المشاهد. عملها حلو رونالدينيو.